سلام ناس كديري، لاباس عليكم؟ بخير. المهم هذا فيديو جديد ان شاء الله. غادي نمشيو للسوق في السمك، ويعني في مدينه الجديده هذه، وغادي نصور لكم يعني منين غادي نمشيو حتى يعني للدار ومصيبه الشيء اللي غادي ناخذو ونشاركو معكم هكا. المهم حنا دابا غاديين، دابا حنا حدا في حدا البحر في الجديده، في المرسى ديال الجديده بالضبط. المهم هي راه كانت في الجهة الاخرى، ونحولها حنا غاديين بحال شكل فوق، يعني كل واحد عطاو بلاصتو، يعني هادي حاجة مزيانة. دابا حنا غادي نمشي يعني نشوفو نوريكم واش مكيتمها. الناس غادي تبارك نعجيه، يعني هاهو البيت ديالو غادي ندخلو دابا. هذا 80 درهم صافي، من الجناح 80 درهم صافي. دابا بعد ما جينا من سوق السمك، يعني كما شفتوا دابا الحوت اللي خدينا، خدينا واحدة كبيرة وصغيرة، وخدينا هاد الراية. المهم دابا أنا غادي نطيب غير هاد الحوت الكبيرة، غادي نشلعو في مرة، دابا غادي نغسلهم ونحطهم يتسخرو شوية من ديك الما، هادي فاش غنطيب هاد الحوت الكبير. إيوا هنايا كنعجنو خبيزات، خبيزات بالقمح والفرص. صافي البنات دابا كما كتشوفوا، يعني انا غادي نعجن الخبيزات. المهم هكا يعني باش نتغداو، يعني انا الحوت راني درت نطيبها، ولكن يعني الفيديو اللي صورت فيه يعني مشى ليا، ما نقدرش نوريها لكم الطريقه كيفاش درت ليها. وهذا يعني تطيب وغادي نوريها لكم، يعني انا ما صوم مشى ليا الفيديو اللي يعني اللي صورتها في الطريقه اللي كيفاش درت ليها وشنو باش عمرتها. ماشي مشكل، مرحبا نشاركها معكم. صافي وهنا خديت البطاطا، غادي نسلقها ولا غادي نبخرها، عاد باش نقشر لها هاد ديال القشره الفوقانيه، و صافي وغادي نديرها في بس ديال الفران، يعني ما بغيتش ديريها في سميتو تقليها، ديري تسطع شويه الزيت. وهذا صافي، هنايا غندير واحد الشليله ديال البروكولي، غندير فيها غير شويه ديال زيت العود والبزار والكمون والحامض والثومه والملحه شويه ديال الربيع. صافي هادشي اللي فيها، يعني كتجي زوينه. صافي هادشي اللي غادي ندير. صافي هنايا هاد لاصوص درت فيها شويه ديال الكمون وزيت العود والثومه والملحه والبزار، صافي هادشي اللي درت فيها، وغنديرو فوق من هاد البروكولي ديالي. صافي كيجي زوين بحال هكا بالطريقه، وكيجي صحي. صافي الشطه ديالنا كتجي على هاد الشكل، كندير فوق نص الربيع هكا. صافي ما مراكشيه، هانتي كل حاجه منها شويه، الا جبتوها بغيتو اتاي يجيكم زوين. هانتي بنتي غتشديها كل حاجه غتاخدي منها وريقه، هادي 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 السالميه وريقه، ديري منها وحده، هذا مرد الدوش ديري منه وحده، هذا نعناع نوع كل نعناع ومن نوع ديري منه تا هو جوج وريقات، هذا النعناع تا هو منه وريقه ولا جوج، هذا النعناع داك العبدي تا هو ديري منه وريقه، هادي ديك العطرشه ديري منها وريقه، هذا النعناع البروز وريقه،
هذا داك النعناع هذاك راه الحبق ريحته بحال الحبق حتى هو من الوريقه وتشوفي غادي يجيك النعناع غادي يجيك اتاي زوين غادي يجي لذيذ دابا مع هاد البرد هاد النعناع هو اللي كيليق يعني معشب انا كنشدو النقي وكل حاجه كنديرها بوحدها باش نبقى عاقله كيجي معشب ويجي زوين اتاي كيجي زوين من داك الشيء وبصحتكم وبصحتي تانا بنت لا هو كده قلت هلا لا اوكي لا ما هذا النعناع جاي من مراكش دابا مراكش هما اللي كيديروا التلقيمه هذا النعناع هاد التلقيمه هكا المخلطه منعوته بمراكش منعوته ضروري الا مشيت لجامع الفلا خاصني نجيبها البارح مشى ولدي جابها لي معايا ايوا جابها لي معاه انا دابا غادي نقيها جابها لي البارح نقيها ونحطها باش مني نبغي نعمر تعمري اتاي نلقاها نلقاها صعوبة مقادة غنخلط ونهز لي بغيت نعمر ونمشي نبرك نشرب في ساعتين انا ما كنغسلهاش كنخليها بلا غسيل حتى نبغيها على ود باش داك الماء ما يخسرش ليا النعناع يبقى النعناع ناشف إذا غسلتو غادي يخسر ليا تنبغي هذا نغسل وندير في الدراج صافي هاهي الحوتة ديالنا بعد ما طابت وهنايا هادو هما الخبيزات ديالنا بعد ما طابو كيجيو بهاد الشكل